مدينتي بطبيعة الحال وإصدار هذه الرواية رداء النسيان اللي أتحدث فيه عن أشياء كثيرة بالمدينة وعن شخص هذه المدينة. بطبيعة الحال أنا ممتن للجمعية ولكل من نظم هذا الحفل وأيضا للجمهور الحاضر اللي حضر بكثافة وكان حضور وازن وقيم وكل الدكاترة والأساتذة اللي حضروا وتحدثوا على الرواية. أشكركم أيضا على التغطية وأشكر فعلا هذا التفاعل الإيجابي مع كل مكون ثقافي بالمدينة. مدينة مكناس تحتاج من شيء الكثير، مدينة كبيرة، مدينة اللي هي حاضرة اللي يمكن نعتز ونفتخر بها ويجب أننا نمد لها يد المساعدة، لأن مدينة فيها مقومات باش تعود إلى مكانتها الأصل. صراحة أنه هذا اللقاء هو لقاء اللي كيخليني دائما أنني أعود إلى المدينة ديالي، مدينة مكناس ما يمكنش أنني ما نعود لهاش لأن فيها عائلتي، فيها أسرتي، فيها روحي، فيها أثار دراستي، فيها بزاف ديال الحوايج مني، وبالتالي عندما أعود هنا فأنا أعود إلى الشيء اللي غادي يخليني دائما أخذ واحد الإنرجي، واحد الحرارة، واحد الشمس، واحد الطاقة باش نعاود نشتغل مرة أخرى. شكرا. سمعنا واحد القصيدة مؤثرة، هذا القصيدة على مدينة مكناس بين الماضي وبين الحاضر، في الحقيقة قصيدة مؤثرة جدا. شنو مدينة مكناس، شنو النقص اللي كيبان لك السيد؟ شوف مكناس ينقصها أشياء كثيرة، ما لا نكذبوا على أنفسنا، مدينة مكناس اللي هي كانت وجهة، كانت عاصمة، كانت عملاقة في مجالات متعددة ثقافيا، فنيا، فلاحيا إلى غير ذلك، تجاريا إلى هذا، سياحيا أيضا، وبالتالي خصنا أيضا العودة إلى هذا المكون الأساس اللي هو رواج ثقافي، رواج فني، رواج سياحي، رواج مهني، رواج في جميع الأنشطة. ويجب أيضا الاهتمام بالمكون الأساس اللي هو الفرد، الشباب اللي في هذه المدينة. أعتقد بأنه الشباب طموح، شباب عنده ما يعطيه وما يقدم إن شاء الله في المستقبل، وبالتالي عندما نتحدث بهذا الجرح وبهذا الحب وبهذا الألم فنحن نتحدث عن مستقبل مدينة بأجمل. وهذه المدينة تاريخيا معروفة على أساس أنها دائما كانت سباقة في مجالات متعددة ومختلفة، وبالتالي ما نخليوهاش هي الأخرى، خصنا نضوها إلى القمة، نضوها هي الأولى. خرجون هذا الجديد اليوم، شو كاش الجديد سي؟ إن شاء الله كاين جديد، كاين جديد في السينما، في التلفزيون، في الكتابة أيضا. إن شاء الله قريبا ستكتشفون الأشياء الكثير سواء في التلفزيون المغربي سواء أيضا في السينما وأيضا في الأعمال الكتابة إن شاء الله. كلمة مدريس للقادم، كوديم طلع الضيم، كوديم سير 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 الكوديم، كوديم بغيت تحقق الأهم. أولا غدا إن شاء الله عندنا مقابلة مهمة مع الشراء، وأتمنى إن شاء الله أن نكون حاضر، ولكن غنكون بإذن الله حاضر في الاحتفال الرسمي اللي غادي يكون بين تتويج النادي المكناسي بالصعود بالدرجة الأولى والقسم الممتاز. بطبيعة الحال نتمنى أنه هذا الصعود يكون محفز أيضا لتغيير مجموعة الأشياء، تغيير نعود نشوفوا الملعب الشرفي، الأرضية ديال الملعب الشرفي، نشوفوا أيضا الملعب الجديد مدينة مكناس، لأنها تحتاج، لأن مدينة كبيرة خصها ملعب كبير، فريق كبير خصو أيضا المكونات ديال الفريق كبير، ويكونوا مستشارين، يكونوا حاضرين، وتكون أنه خصنا، لأن هذا الفريق ما يمكنش نقول له يصعد فقط ونوقف عند هذا الحد، بل أيضا نقوم به على مجالات متعددة، الجهة، المدينة، كل الناس أنهم يهتموا بالكوديم. الكوديم فريق عتيد، فريق كبير، فريق الألقاب، فريق تاريخيا كان دائما تعطينا كيمدنا بواحد المجموعة من الألعاب اللعيبية واللاعبين اللي هما كبار، وبالتالي ميمكنش آخر أننا نسمحوا فيه، فخصنا دائما نساندوه، فمساندتنا ستبقى لا مشروطة إلى النادي المكناسي. شكرا لك سيدي، شكرا.